الكاركتر في بينوكيو؟ ايش هاب؟ شو هو؟ بعرفه انا. لا والله اول مره بسمع فيه. اكيد لا. نعم صحيح بنعرفه. نوكيو؟ مين بينوكيو؟ اللي بالمطاط هذا اللي تحرك كتير؟ لا لا. ايش هاب؟ اكيد بينوكيو اللي لما يكذب يطول منخاره. لو احنا البشر كنا زي بينوكيو، يعني كل ما كذبنا طول منخارنا، قديش بتتوقع يوصل طول منخارك؟ انا انا اتوقع الى ما لا نهايه. الحمد لله لا لا نهايه. كثير بتكذب. طويل يعني؟ صغير طبعا مش كبير، اني ما بكذب والله. انا لا والله ما بكذبش كثير انا الحمد لله يعني. كثير كثير والله. بجوز اطول من سور الصين العظيم. اخر الجامعه والله. هذا كل واحد يحمل موخاره يربطه بجنازير ويحمله على ظهره ينزل فيه على الظهر. كان لا لهون بجوز هيك يكون. انا؟ لا بسألش بضل مطرحة. بضل زي ما هو. ما بتكذب يعني؟ هيك طول صح؟ ما بتكذب. يعني ما بتكذب. ولا حتى كذبه بيضه هيك على الخفيف؟ والله بيضه. من هون للكاميرا يعني. يعني بحكي الصراحه مش كثير مش كثير انا بكذب بس بألف. بتبهري يعني؟ لا ما ببهر بألف. كيف بس يعني طول بيجي يعني تقريبا طول هذا العمود. هات صاحب يعني بطولة ايش تكذب يعني خلاص يعني صارت هاد الشغلة منطور فيها عادين ايش بس منحاول نبطلها يعني. كتير كتير. طيب وليه تكذب؟ ليه؟ كل الناس تكذب. مش انه في مواقف تحطي فيها لازم تكذبي، ما بزبط انك ما تكذبي. خلاص بتطبل الواحد مرات. يعني كذبة بيضاء قصدك؟ بالضبط. ضروريات الحياة. زي شو؟ مش مصالحنا. اما كذبة سودة ما بتكذب. لا لا كل كذباتها كبير. الكل بكذب. ما هو مش مبرر يعني الكل بيكذب انا اكذب الا في سبب انت بتكذب عشانه. يعني انه ممكن عشان الواحد يهرب من موقف حرج او مثلا خايف من ابوه من امه كذا مثلا بتكذب. هيك في ناس بتكذب عشان تبري حالها، في ناس بتكذب عشان تطلع من مواقف محرجه، في ناس بتكذب خلص انه هي هوايتها الكذب. خلص الكذب يعني صار خلص زي روتين يومي. لازم تكذب يعني. لازم. بيضطر الواحد ينحط بمواقف يعني بيكذب لإشي يضر فيه الناس. لا الحمد لله هاي مش موجودة. أما بيكذب لخير يعني في كذب مرات بيكون في منه فوائد. طب أعطيني موقف منها. كذبت فيه. موقف كذبت فيه؟ مش عارف من كتره مش عارف أقول لك واحد. لا أنا الحمد لله يعني أغلب كذباتي بيضة زي بدك كذب يعني عنه عشان أنفذ حدا عشان أهرب حدا من إشي يعني. بس الحمد لله كذبات شر ما فيها. مثلا دكتورة نص المحاضرة لأني كنت تعبان وأنا كنت أفطر بالكافيه صح؟ الله. هاي كل الأمة. مثلا بدي أفوت على محاضرة متأخر إجباري بدي أكذب. إحنا بنكذب كثير صراحة. مضطرين نكذب. بفضحكم هو مبدئيا يعني. مثلا خربت بامتحان مش دارس أكيد بدي أكذب ليش أنا ليه خربت؟ أو مثلا تأخرت بشغلي بدي أكذب. يعني كل حياتك رجعت على الدار متأخر بدي أكذب. لازم يعني لازم كل مكاننا نكذب. بزبطش أنا والله بكذب كذبة صغيرة يعني منشان ما أحرجش حالي مرات بس. زي شو؟ ايه زي شو يعني مثلا بكون مع اصحابي بدي اروح المشوار ما حدش يعرف فيه. ايوه هيني جاي دقيقتين بكون عندكم يعني منخار نكفة صغيرة. طب شو بصير لو حكينا الصح يعني ما كذب بنخرب بيتنا. لا مش بنخرب بدك تنكد عليك يعني. دخلت على المحاضره الدكتور سالني ليه تاخرت حلو بحطني يا غياب راح انقهر. تفضل تكذب. لا بختصر حال الشر بكذب. انا واثق من كلامي بس لما لا نهايه من خارج اخر الجامعه. شكرا كثير يعطيك الف عافيه. الله يسعدك كل احترام. شكرا.